أهلا بكم وغفر الله خطاياكم وجعلكم من عباده المحسنين كل يوم جمعة بنستمتع بالقصص القرآني اللي موجود في سورة الكهف ومن القصص ده قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر وكان في شخصية مصاحبة لسيدنا موسى نشأت وترعرعت على الإيمان قال تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فمن هو هذا الفتى؟ اسمه يوشع ابن نون وهو من نسل سيدنا يوسف عليه السلام اسمه بالكامل يوشع ابن نون ابن افرايم ابن يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم الصلاه والسلام. ولما وصل سيدنا موسى عليه السلام ببني اسرائيل للارض المقدسه كان راي السواد الاعظم من بني اسرائيل الا يدخلوها وقالوا لموسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. وكان وسط بني اسرائيل رجلان انعم الله عليهما بالايمان منهم يوشع بن نون قال دخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون واستجاب الله عز وجل لبني اسرائيل وحرم عليهم دخول الارض المقدسه ومات هذا الجيل الفاسد في التيه ما عدا ذاك الرجلين العظيمين وبعد وفاة سيدنا هارون عليه السلام ثم وفاة سيدنا موسى عليه السلام أنعم الله على سيدنا يوشع بن نون عليه السلام بالنبوة وهو من قاد بني إسرائيل للخروج من التيه والدخول إلى الأرض المقدسة وفي سفر كامل في العهد القديم باسم يشوع بيحكي قصة دخول بني إسرائيل للأراضي المقدسة هترك الرابط للي يحب يطلع عليه والأرض المقدسة كانت مجموعة من الكرة المحصنة بأسوار عالية لكل قرية ملكها وقاد سيدنا يوشع بن نون بني إسرائيل في حرب حامية الوطيس مع الكنعانيين في الأراضي المقدسة واستولى على الكرة قرية تلو أخرى حتى وصل إلى أورشليم وحاصرها ستة أشهر وكان بني إسرائيل على وشك الانتصار واقتحام الحصون وده كان عصر يوم الجمعة لكن المشكله ان يوم السبت محرم فيه العمل والقتال على بني اسرائيل فحدثت معجزه عظيمه. نظر سيدنا يوشع بن نون للشمس وقال انك ماموره وانا مامور، اللهم احبسها علينا، فحبسها الله عليهم حتى فتح لهم بيت المقدس. والمعجزه دي مذكوره في السنه النبويه المطهره وفي العهد القديم عند اليهود والنصارى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ابن نون ليالي سارة إلى بيت المقدس وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين أمر الله عز وجل لبني إسرائيل بالدخول من باب المدينة المقدسة ساجدين ذليلين خاضعين لله عز وجل شكرًا له على نعمة الفتح والنصر والإنقاذ من التيه، وأذن الله لبني إسرائيل أن يأكلوا من خيراتها وطيباتها وثمارها من أي مكان شاءوا أكلًا هنيئًا مريئًا. وأمرهم أن يقولوا حطة ومعناها حط عنا ذنوبنا واغفر لنا يا ربنا. ووعد الله عز وجل المحسنين من بني إسرائيل بالزيادة في الخير عاجلا وآجلا مفيش عندنا أدنى شك ان نعمة الإستقرار في قرية بعد التيه ورغد العيش وهناء العيش نعمة عظيمة تستحق الشكر وعلى فكره كلمة قرية تطلق على كل تجمع سكاني صغير أو كبير وهي جاية من القرار أو الإستقرار وعلشان كده سميت مكة أم الكره والتواضع صفة عظيمة للأنبياء والمؤمنين عند النصر وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بعد الفتح كان متأطئا رأسه تذللا لله عز وجل كلمة رغدا تشعرك بالهناء والبركة وطيب العيش اللهم ارزقنا جميعا رغد العيش جزاكم الله خيرا